الحقوقية لتأسيس المنتدى الدولي للتصنيع والاستشراف الاقتصادي إلى جانب المحافظة الوطنية للملتقى الدولي الثالث للتصنيع العلمي والتكنولوجي على إطلاق مبادرة وطنية للنهضة الصناعية والاقتصادية الشاملة بحضور كوكبة من الخبراء الاقتصاديين والتكنولوجيين والمفكرين. التصريحات رصدها كريم زيان. تأتي هذه المبادرة الوطنية. Pourquoi cette initiative nationale ? لتعبر عن مطالب وطموحات واقتراحات نخبة البلاد وأدمغتها ومؤسساتها وشبابها في ماذا؟ في مشروع بناء الجزائر الجديدة التي نؤمن بها القوية اقتصاديا وصناعيا والمستقلة بنموذجها الاقتصادي والمالي.